هيزنق التاني ويديله القاضيه تمام. أيوه. فالاهلي عمل كده في المباراتين، الاهلي افضل فنان، واضح ان الاهلي فروقات الفرديه عند الاهلي افضل من لعيبه بيراميدز، واضح ان الدفاع بتاع بيراميدز عنده مشكله كبيره جدا، ما بتبانش المشاكل دي وانت بتلاقي فرقه اقل منك في المستوى، لكن تباون انت بتلاقي فرقه اكوال او افضل منك. صحيح. يعني النهارده كل المحللين او كل الناس لما كانت بتتكلم عن بيراميدز قبل ما يلعب النادي الاهلي ان فرقه بتكسب 13 مباراه متواصله مع بعض، وبتكسب الاتحاد وبتكسب الجونه وبتكسب امبي وبتكسب، فانا كنت دايما بقول ايه، لا ما تقدرش تحكم. قيمه تقيله برضو، انت تيجي تبص على قيمه بيراميدز كاسماء، لا قيمه تقيله. بس الاسماء لازم تحكم عليها في في في, في المباريات اللي زي دي. ممكن تجل منك ماتش او تروح منك ماتش، يعني ممكن الماتش الاول لظروف المقابله وان بيراميدز هو الاول فعنده ضغوط زيه زي الاهلي، فممكن يعمل مباراه سيئه، ممكن وارد على فكره في كره القدم ان انا وانت لما نكون بنتنافس اول مواجهه ما بيني وما بينك تبقى انت مش فيها جامد قوي تمام. لان انت ابتديت تلعب تحت ضغوط زي ما انا بلعب تحت ضغوط. أيوة. يعني ابتديت تبص انك انت هل ممكن تاخد الدوري العام، فدي بالنسبه لك بتعمل ضغط عليك، ضغط شديد كمان. صحيح. انا الاول. صحيح. ماشي كويس، ماشي مع النادي الاهلي هيروح بقى في حته ثانيه خالص. ده بالعكس ده يخليك تاخد الدوري العام وانت مستريح. الاهلي عنده مؤجلات صعبه جدا، انا فارق عن الاهلي في نقط كتير، فانا نازل المباراه انا مضغوط فيها نفسيا زي النادي الاهلي بالظبط، لان انا بقيت بتعامل مع النادي الاهلي كايكوال، انا رايح للحته دي، رايح للبطوله. فدي اول مواجهه صعبه جدا من وجهه نظر الشخصيه كمواجهه فيها ضغوطات على فرقه بيراميدز يعني مع النادي الاهلي. فلما قابل الاهلي بانت كل الاخطاء، يعني النهارده بيراميدز عنده خط دفاع سيء جدا، عنده حارس مرمى سيء جدا تمام. عنده اتنين وينجرز تمام، الاثنين الوينجر سيئين جدا للغايه في ماتشين الاهلي خلال ال 180 دقيقه اللي اتلعبوا. صح. خلي بالك بس نكون امنا في الحته دي، وفخر خالد مش الوينج الاساسي، انت عندك رمضان. انا بكلمك على ابراهيم عادل. ماشي، انا بكلمك على اللعيبه اللي لعبت. اوكي ماشي، ما انت ممكن يكون عندك عناصر مش موجود، ما هو بيرسي تاو في الاهلي مش موجود، ما ده عنصر مهم. انا معاك، بس انا قصدي ان برضو صعب قوي ان انت تلاقي مثلا بيرسي تاو وحسين شحاته الاثنين مش موجودين. بس بيرسي ما كانش موجود. لا مش فاهم قصدي، يعني بيرسي مش موجود بس في حسين. حلو. لكن ان انت تلاقي الاول نمره واحد نمره اثنين في المكان مش موجودين دي صعبه. انت حسين بيلعب ليفت وينج مظبوط؟ لا انا بضرب مثال. لا يعني انا بديك مثلا، انا مش مثلا بديك مثلا زي مثلا بنتكلم في الليفت وينج مثلا. حلو. حسين ورضا سليم. صح. خلاص، ان انت تلاقي الاثنين مش موجودين فتجيب نمره ثلاثه اللي هو مثلا عبد القادر اللي هو مش بيشارك كتير. حلو. هيبقى الامور فيها. صح. فيها صعبه للمدير الفني. بالك بقى ان هو اصلا ما فيش ثلاثه، هو فخر لقاء اصلا مش وينج، ده هو اصلا راس حربه وجابوه يسد الناحيه دي. انا معاك على فكره، مقتنع باللي انت بتقول. انا بكلمك في الماتش في ال 180. ايوه طبعا صح. فاهم قصدي؟ مش بكلمك في السكواد كله بتاع بيراميدز. عنده لعيبه بس يعني عندك مصطفى، كان مش ده مصطفى اللي طول السنه. بص انا مش هحكم على كارتي باريتي توريه. لا يعني في اكتر من لعيب جوه فرقه بيراميدز، مش هو ده الموسم اللي هم عاملينه. ما هو السؤال، مش هو ده علشان بيلعب النادي الاهلي ولا مش هو ده تمام علشان هو مستواه حصل فيه تذبذب في الماتشين دول؟ انت وجهه نظرك ان هو عشان بيلعب الاهلي تحت الضغوط دي في المنافسه على الدوري؟ طبعا. عشان انا وجهه نظري الشخصيه. صح. انا معاك، لان خد بالك انا ممكن اقبل منك زي ما قلت لك المباراه الاولى. يعني نعدي انا وانت بالماتش رقم واحد، الماتش الاول نعدي بيه نقول والله الضغوطات النفسيه على بيراميدز خلت اللعيبه الاداء جوه الملعب مش افضل حاجه.